صباحكم خير وسعادة وفرح، أهلا بحضراتكم مشاهدي قنوات أون تايم سبورتس في كل مكان. حلقة جديدة من صباح أون تايم. النهاردة عندنا موضوعات رياضية كتير هنتكلم فيها، ولكن أبرزها بالتأكيد مباراة منتخبنا المصري أمام منتخب الجزائر بالأمس، اللي عشناها مباراة ودية بالتأكيد، ولكن كان ليها طابع خاص وكانت مباراة مثيرة وممتعة في نفس التوقيت. هتكلم مع حضراتكم عليها وتفاصيل رياضية كتير في ملفات رياضية عديدة. النهاردة هكون معاكم فرح علي ولمدة ساعة ونص في صباح أون تايم. كلامنا النهارده بالتأكيد عن مباراة امبارح، مباراة ديربي شمال افريقيا ما بين مصر والجزائر. طبعا أقيمت في هنقول عليه كان كرنفال جماهيري ممتع عظيم جدا على أرض الشقيقة الإمارات، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. الحقيقة إن منتخب مصر ونجوم المنتخب والجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا قدموا امبارح واحدة من أفضل مباريات المنتخب من بداية تولي فيتوريا تدريب منتخبنا المصري. وكنا على فكرة نقدر لو اتكلمنا على التفاصيل شوية تركيز بسيط أكتر إن احنا نحسم المباراة وإن احنا نفوز باللقاء، ولكن في الدقائق الأخيرة قدر المنتخب الجزائري يتعادل مع منتخبنا المصري. بنقول قدر الله ما شاء فعل، ولكن كانت مباراة قوية جدا ومن أقوى منتخبات القارة الإفريقية. امبارح مكاسبنا كانت كتيرة، يعني لو اتكلمت معاكم كده عن اللي احنا خرجنا بيه من المباراة، والكل أجمع على إنه مكاسب منتخبنا المصري أكتر بكتير ما كنا نتخيلها. وطبعا هتكلم عن التفاصيل اللي حصلت. احنا كنا محتاجين نلعب مباريات خلال الفترة دي على الأخص زي دي بقوة المباريات دي أمام منتخبات كبيرة علشان نكتسب الخبرات، وده كان مهم جدا جدا لينا امبارح ان احنا نعيشه وان احنا نعيش الاجواء والكواليس دي في المباراة، خصوصا مع منتخب من التصنيف الاول. كنا محتاجين ان احنا نلعب كرة هجومية ونشوف حالة الانسجام اللي عشناها امبارح، وكانت موجودة ما بين لعيبة المنتخب بشكل كبير جدا. خلاص كلهم بقوا فاهمين بعض، تألق من تألق في مباراة الباقي بيتألق في المباراة اللي بعدها. لو اتكلمنا على لاعب مش هتقدر تقول لا والله اللاعب ده ما كانش كويس، كلهم كانوا ممتازين امبارح، بداية من حمدي فتحي الهداف الجديد للمنتخب المصري، مصطفى محمد المهاجم الناضج بشكل كامل، وبقى عندنا أخيرا مهاجم هقول عليه من ريحة الجيل الذهبي، كابتن عماد متعب، عمرو زكي، ميدو، كمان التألق الواضح جدا لخط الدفاع اللي بصراحة امبارح كان ليه دور كبير قوي، سواء كان محمد عبد المنعم أو المتألق الرائع اللي امبارح كان ليه برضو يد كبيرة قوي وأكتر من لمسة، واضح قوي إنه عايز يعمل حاجة علي جبر. وقدامهم طبعا محمد الشناوي اللي شال أكتر من فرصة هقول إنها كانت مؤكدة في آخر ربع ساعة للمنتخب الجزائري. كلها مكاسب، كلها مكاسب مهمة، ولكن لازم أتوقف عند اتنين من اللعيبة اللي الحقيقة يعني فكرة ان انا اقول بيتألقوا، لا هو ده العادي بتاعهم، عادي خالص. يعني محمد صلاح تريزيجيه، محمد صلاح تريزيجيه حدوتة لوحدهم كبيرة قوي امبارح، من اللعيبة
اللي لما تتفرج على المباراة كانوا مموتين نفسهم في أرض الملعب. فعلا فعلا محمد صلاح امبارح لعب مباراة كبيرة، مباراة مؤثرة. تريزيجيه نفس الوضع. الحقيقة ان احنا بنقدم لهم كل التحية والتقدير امبارح على المجهود الكبير جدا اللي قدموه والمحاولات الفردية. خروج محمد هاني وطرده في المباراة أثر بشكل كبير. انك انت تلعب من بعد نص ساعة في المباراة ناقص تلعب بعشر لعيبة، كل ده بيحطك تحت ضغط كبير جدا لمدة أكتر من يعني باقي المباراة كلها. بنتكلم في عدد كبير جدا، أقل من ساعة. أنت بتتكلم في منتخب كبير من التصنيف الأول، عنده بدل المحترف 20، ويست هام يونايتد، روما، بروسيا دورتموند. لعبت في فترة مهمة جدا من الموسم بعد انطلاق الدوري بثلاث جولات، كلها مكاسب، كلها مكاسب للمنتخب المصري. مدير الفني فيتوريا اللي شفناه امبارح عنده جراءة هجومية، عارف ازاي يحل، بيخرج زيزو وبينزل عمر كمال عبد الواحد في توقيت حرج جدا في المباراة، رغم ان احنا كنا بنلعب ناقصين من الدقيقة 30، ولكن انت بتتكلم ان انا اشوف حلول ازاي في التوقيت ده. ما اقعدش بقى اوقع نفسي، ما اقعدش ابكي بقى، خلاص الوقت ما فيهوش، لازم ان انا اتصرف، لازم ان انا حتى لو هفقد جهود واحد من اهم لعيبه المنتخب المصري اللي هو زيزو، لازم الاقي حل، لازم الاقي حل عشان اعدل الملعب. وفي التوقيت ده كان محتاج ان هو يخرج زيزو وينزل عمر كمال عبد الواحد. والحقيقه انه امبارح منتخبنا بدا المباراه بتشكيل ضم زي ما شفته في حراسه المرمى، الشناوي قدامه محمد عبد المنعم وعلي جبر، في اليمين محمد هاني وفي الشمال محمد حمدي، وبعد كده في الوسط الثلاثي حمدي فتحي ومحمد النني، قدامهم احمد سيد، زيزو، تريزيجيه، محمد صلاح، والمهاجم الوحيد مصطفى محمد. ده التشكيل اللي اعتمدنا عليه في المباراة. ابتدت التغييرات، التغيير الاضطراري الأول طبعا بخروج زيزو ونزول عمر كمال عبد الواحد بعد طرد محمد هاني مباشرة. في الشوط الثاني بينزل ياسر إبراهيم وعمر مرموش وحسين الشحات وطارق حامد مكان تريزيجيه وعلي جبر ومصطفى محمد وحمدي فتحي. الحمد لله ظهرنا بشكل جديد وشكل مؤثر وشكل هقول عليه بيفتح لنا صفحة جديدة ممتعة مثيرة، لسه بتخليك تتفرج على خبايا المنتخب المصري اللي لسه عنده كتير واللي لسه بيحمل الكثير للجماهير الكبيرة اللي استمتعنا بوجودها امبارح في المدرجات طبعا في الإمارات الشقيقة. تعالوا نعيش معاكم الأجواء الجماهيرية أكتر والتفاصيل، المباراة كانت عاملة إزاي منذ بدايتها والتحضير ليها والكواليس اللي ما شفناهاش وما عشناهاش معاكم، ولكن بالتأكيد كل ده بيكون مع مراسلنا اللي بيكونوا طبعا بيقولوا لنا كل التفاصيل الأخيرة. هيكون منورني زميلي العزيز أيمن مصطفى من الإمارات العربية الشقيقة. برحب بك يا أيمن، صباح الفل عليك. صباح الفل عليك يا فرح، صباح الفل على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، من هنا من امام مقر اقامه منتخبنا الوطني وبعد ادائه اللقاء الثاني الودي الهام امام المنتخب الجزائري اللي انتهى بالتعادل الايجابي 1-1 وانتهاء معسكر الاشقاء اللي الكل اجمع واولهم روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني على كم الايجابيات التي خرج بها من هذا المعسكر المفيد جدا على كل الجوانب. تجربة أن يخوض منتخبنا الوطني وجهة أمام منتخب الجزائر وهو منقوص عدديا كمان زادت قيمة اللقاء وحجم الخبرات اللي اكتسبها لاعبو منتخبنا الوطني، والكل أجمع أنه لقاء عودة الروح وعودة الشغف للمشجع المصري مرة تانية وإحياء العلاقة ما بين الجماهير المصرية وبين منتخبنا الوطني بعد اللقاء البطولي اللي قدمه كل لاعبي منتخبنا الوطني امبارح. لم يتوانى أحد عن بذل قصارى جهده عشان يطلع منتخبنا الوطني بالشكل المشرف اللي يليق بيه كواحد من أعظم منتخبات القارة السمراء. خلينا نقلك اللي بيحصل خلال أحداث لقاء الأمس والكلام ما بين الجماهير هنا وهنا وحالة المودة والمحبة اللي كانت موجودة. لك أن تتخيلي أن طبعا زي ما كلنا شفنا جماهير المنتخبين كانوا قاعدين مع بعضهم البعض، ما كانش فيه أي فواصل أو حواجز أو تعليمات أن مثلا المدرجات الفلانية خاصة بالجماهير المصرية أو أن مدرجات معينة خاصة بجماهير الجزائر. الكل كان
في على قلب رجل واحد. طبعا المناوشات وقت الماتشات، احتفالات الجماهير باهداف كل فرقه من الاثنين، بعض المناوشات من جماهير مصر لجماهير الجزائر، محرز فين، وان طبعا ان منتخبنا متفوق في بعض الاوقات، هتافات الجزائريين الشهيره 1 2 3 فيفا لالجيري. لكن في النهايه الكل كان سعيد جدا بالشكل اللي طلع بيه اللقاء، الكل على الرغم من ان اللقاء كان محتدم وكنا قاعدين على اعصابنا وكانه لقاء رسمي، لكن ما شفناش حتى حاله واحده من التجاوز مشاده ما بين مشجع هنا او هنا. لا، الحمد لله كما تمنينا جميعا وكما ناشد الاعلام في مصر والجزائر ان اللقاء لابد انه يطلع يليق بقيمه البلدين وبكونه كلاسيكو الاشقاء. امبارح في العديد من المشاهد المهمه قوي اللي لازم اقول لك عليها. امبارح روي فيتوريا طول الجيم حديث دائم مع اللعيبه، تحفيز للاعبي منتخبنا الوطني. عمر كمال عبد الواحد قبل ما ينزل وفي وقت ان الفار بيراجع فيه قرار طرد محمد هاني كان بيديله بعض التعليمات الفنيه. صلاح قبل الجيم وبكلامي مع عدد كبير من اللعيبه اداهم خطبه تحفيزيه وتشجيعيه، قال لهم فيها قيمه تيشيرت منتخب بلدنا وانهم لازم النهارده كل الجماهير اللي جت عشان تدعم منتخب مصر انهم ما ينفعش انهم يمشوا محبطين او زعلانين ايا كانت النتيجه، لكن كل اللعيبه لازم تقدم كل ما لديها. محمود حسن تريزيجيه واحد من اللعيبه اللي اجرينا معاهم لقاء بالامس بعد لقاء الجزائر، وكلامه وحزنه عن النتيجه ده يبين لك قد ايه ان اللعيبه لم تكن ترضى حتى وهي منقوصه عدديا بتعادل ايجابي مع منتخب بحجم المنتخب الجزائري، لا كلهم كان عندهم طمع ورغبه شديده في تحقيق المكسب حتى وان كان في لقاء ودي. احمد حجازي وقيمته ودوره ودخوله لغرف خلع الملابس مع نجمنا ونجم النادي الاهلي محمد هاني عشان يهديه وعشان يشد من ازره بعد طبعا حاله الطرد واحباط محمد هاني بعد خروجه وعدم قدرته على خدمه منتخب بلده خلال ال 90 دقيقه. العديد والعديد من الايجابيات، يمكن اهمها ان احنا كلنا منقسمين مين هو نجم اللقاء الاول. تقول الشناوي، تقول محمد عبد المنعم، تقول علي جبر، للبعض كان متخوف انه علي ما عندوش السرعات اللي تتعامل وتتناسب مع جيم بالحجم ده، واحد من ابرز نجوم اللقاء وكمان ساهم فيه اسيست مميز جدا لحمدي فتحي. عمر كمال عبد الواحد بعد نزوله مكان محمد هاني، وعمر كمال عبد الواحد ده لعيب عنده شخصيه دوليه، لعيب رائع، يعني اي اشاده لعمر كمال عبد الواحد هو يستحقها بكل ما تحمله الكلمه من معنى. محمد حمدي ولا احمد فتوح ناحيه الشمال، ايا كان مين فيهم اللي هيلعب، وقدامنا العديد من المشاهد لقتاليه محمد حمدي وهو مهلك بدنيا تماما في اللحظات الاخيره من الجيم. نني لعيب بعيد بقاله قد ايه وانه يؤدي بالشكل ده ولم يكن في جعبته الا 45 دقيقه قضاها في او اداها في لقاء زامبيا، انه يلعب 90 دقيقه وهو بقاله سنه كامله فرح لم ياخد اي لقاءات، ده يدل على قيمه محمد النني. مش عايز انسى حد من نجوم منتخبنا الوطني، لكن الجماهير امبارح كانت طالعه وراضيه جدا 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 وسعيده وفخوره بما قدم منتخبنا الوطني في كلاسيكو الاشقاء. من هنا من مدينه العين تعود الكلمه الى الزميله العزيزه فرح علي، تفضلي. شكرا جزيلا زميلنا العزيز ايمن مصطفى، تحياتي ليك من امام مقر منتخبنا المصري في الامارات العربيه الشقيقه، هنقول عليها بدايه جديده لمنتخبنا المصري بيتعادل مع الجزائر. كنا الافضل، كنا الاحسن ب10 لعيبه، ده يخلينا ندخل المرحله اللي جايه من تصفيات المونديال بمعنويات كبيره. احنا نقدر يكون لينا شكل وروح ونستعيد الامجاد ونستعيد الذكريات ونستعيد التاريخ، رده فعل قويه قبل ما نروح كوت ديفوار في يناير ان شاء الله علشان كاس الامم الافريقيه. بقول مره واثنين وثلاثه شكرا لكل فرد من افراد منتخبنا المصري، شكرا للجهاز الفني الجهاز المعاون روي فيتوريا، شكرا لكل من اختار ان احنا نلاعب الجزائر، شكرا للجماهير المصريه اللي عايزه اتوقف عندها واقول لهم بجد كنتوا متواجدين بشكل حضاري كبير بيعكس صوره بلدنا الحبيبه مصر في كل مكان، اسعدتونا وفرحتونا. الجماهير المصريه اللي امبارح كاميرا ما كانت بتجيبهم
كنت بتفرح قوي، فعلا بيشجعوا من القلب وفرحانين، فرحانين جدا انهم رايحين يأزروا منتخبنا المصري، واقفين وراهم وفي ظهرهم في مباراه وديه. ما تنساش دي مباراه وديه، ولكن بمثابه بروفا حقيقيه لمنتخبنا المصري بكل ما تحمله الكلمه من معنى، من اول الروح اللي شفنا بيها اللعيبه، اتخاذ الموقف فعلا بطريقه فيها منتهى الجد ومنتهى الحزم ومنتهى الاصرار والعزيمه. كل لاعب امبارح لم يتهاون بقيمة تيشرت منتخبنا المصري، الكل كان على قلب رجل واحد، والكل كان مقدر قيمة المباراة والموقف اللي اتحطينا فيه من بعد أول نص ساعة بطرد محمد هاني وانك تلعب بعشر لعيبة. الكل كان عنده الشغف الأكتر والإصرار الأكتر بأن أنا اتطرد مني لاعب بس أنا هفوز بالمباراة دي، أو أن أنا ده مش هيأثر عليا ومش هسمح للمنتخب المنافس أنه يحرز هدف واثنين وثلاثة لمجرد أن أنا بلعب منقوص العدد. لا، ده ما أثرش تماما على قيمة منتخبنا المصري ولا اللعيبة اللي كانت موجودة في أرض الملعب. واحد بخبرات محمد صلاح قدر يتدارك الموقف، يلم اللعيبة كلهم حواليه. شفنا امبارح المشهد الجماهيري اللي شايفينه معاكم على الشاشة دلوقتي، والتشجيع الرائع من كل، بص تتفرج تلاقي كله قاعد جنب بعضه، تتفرج تلاقي الجزائري جنب المصري، الكل بيحمل أعلام بلده، الكل بيشجع بحب وشغف وإصرار. والحقيقة أن كل ده بيرجع لفضل تنظيم الإمارات العربية الشقيقة اللي فعلا بتكون حريصة على ان هي تقدم لينا صورة مشرفة. قد ايه بيكون في تنظيم رائع جدا، قد ايه بيكونوا عارفين ازاي ان هم يسيطروا على الموقف تماما ايا كان عدد الجماهير المتواجدة في المدرجات. الكل ملتزم، الكل بيقدم صورة مشرفة. وامبارح الحقيقة كنا يعني في لقطات كتيرة جدا 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 انتشرت خلال المباراة، وهي اللقطات اللي بتعلمنا كتير قوي في الساحرة المستديرة، ومشاهد كرة القدم المشادة اللي شفناها امبارح حصلت ما بين جمال بالماضي المدير الفني للجزائر وسعيد بن رحمة لحظة ما اللعب اتبدل، وشفنا قد ايه كان جمال بالماضي متعصب عليه بعد المباراة. كشف السر وقال انا كنت متعصب لانه مفيش اي فايدة للحديث عن امور زي دي. سعيد بن رحمة لم يكن راضيا عن استبداله، وانا كذلك، هذا كل ما في الامر. بيقول بصراحه ما عجبنيش الوضع امام منتخب مصر، وما تمنيتش ان محمد هاني يطرد، لان انا كنت عايزهم يلعبوا كمنتخب بالكامل، لان اي منتخب لما بيكون ناقص العدد بيلعب بشكل كويس قوي، وخاصه لو كان عنده الخبرات اللي في القاره الافريقيه. الحقيقه انه لاعب يعني زي ما حضراتكم شفتوا زي بن رحمة وعنده خبرات كبيرة جدا، وأيا كان مكانته وأيا كان محترف وقوة الفريق اللي هو محترف فيه، ولكن مدير فني وطني بقيمة جمال بالماضي بيأكد على أنه في رولز، في قوانين، ما فيش أي لاعب بيسمح ليه أنه هو يتعداها. ما كنتش راضي على أنه هو يخرج، انا نفسي ما كنتش عايزه ابدل وهو ما كانش عايز يتبدل، ولكن مفيش فايده من الكلام. احنا دلوقتي في ارض الملعب، احنا لازم ننفذ، في قرارات لازم اللاعب يلتزم بيها ايا كانت شهرته ايا كان مدى تاثيره. لكن القرار اللي اتخذه جمال بالماضي بياكد على قيمه تيشرت المنتخب الجزائري اللي بتمشي على اي لاعب وبتمشي تحت اي ظروف، هي دي اللي بتظل، واللعيبه بتتبدل في ارض الملعب، وهو ده اللي معتدين عليه. تصريحات كمان اللي قالها جمال بالماضي بتاكد على قيمه منتخبنا المصري، وعلى انه قد ايه عارف انه ده ادانا عزيمه واصرار اكتر ان احنا نلعب ب10 لعيبه. الحقيقه تصريحات محترمه جدا بتاكد على مدى رقي فكر وقيمه المديرين الفنيين اللي عندهم خبرات كبيره جدا. ولما يكون مدير فني وطني عارف بقاله قد ايه بيتولى القياده الفنيه للمنتخب الجزائري عشان يطلع صوره مشرفه للمنتخب الجزائري بالشكل ده، وعارف قيمه وقدر منتخبنا المصري بما يحمله من نجوم وخبرات كبيره جدا في افريقيا، كل التحيه والتقدير الصراحه لمباراه خرجت بالشكل اللي يليق بكلا المنتخبين.
تعالوا نطير سريعا معاكم نعيش الاجواء اكتر داخل المنتخب الجزائري مع زميلي العزيز حسن غنيمه من امام مقر منتخب الجزائر في الامارات العربيه الشقيقه. حسن صباح الفل عليك. صباح الخير عليك يا فرح، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. معاكم دلوقتي من داخل معسكر المنتخب الجزائري بعد أقل من 24 ساعة من انتهاء المواجهة اللي كانت مرتقبة بين المنتخب المصري والجزائري هنا في معسكر الأشقاء كما أطلق عليه مجلس أبو ظبي الرياضي. الحقيقة فرح، قبل ما أتكلم على أجواء المنتخب الجزائري اللي غادر امبارح مدينة العين ووصل بالفعل إلى بلده الجزائر، خليني أقول لك امبارح كانت أجواء استثنائية حرفيا من الناحية الجماهيرية. امبارح ما كناش عارفين مين المصري ومين الجزائري، اشقاء موجودين في مدرج واحد، المدرج الواحد تلاقي اتنين قاعدين، واحد ماسك العلم المصري واحد ماسك العلم الجزائري الشقيق بقى، والهزار ووصلت الهزار. انت عارفة احنا الوطن العربي والعرب دمنا خفيف دايما وبنحب الهزار بقى، مصر تجيب جون تلاقيهم كده بيغيظوا بعض، والجزائر تجيب جون الجزائريين يغيظوا المصريين، وهكذا الحاجات الجميلة بقى والروح الحلوة. مهما نقول ومهما نعيد، كرة القدم والرياضة الحقيقة هي القوة الناعمة اللي بتجمع الشعوب وبتجمع العرب على أرض الخير هنا أرض الإمارات العربية المتحدة. الحقيقة الشعب الإماراتي الشعب الجميل اللي كان موجود امبارح الحقيقة، وكان موجود مع المنتخب الجزائري وموجود مع المنتخب المصري، كنا حاسين ان احنا تلاقي العرب مصر والإمارات والجزائر في عرس كروي اكتر من رائع. حتى واحنا داخلين المباراة مفيش بوابة للجمهور المصري لوحده وبوابة للجمهور الجزائري لوحده، كلنا اشقاء وكلنا بندخل من بوابة واحدة، انا داخل اشجع مصر وزميلي داخل يشجع واخويا داخل يشجع بلده المنتخب الجزائري، وكلنا استمتعنا بالمباراه. مباراه كانت جميله، العالم كله اتفرج عليها لانها كانت بمثابه ديربي شمال افريقيا، والعالم كله استمتع بيها. شكرا للمنتخب المصري وشكرا للمنتخب الجزائري اللي ادوا صوره للعالم كله عن مستوى الكره العربيه قد ايه هي تطورت بشكل كبير جدا. شفنا نجومنا المصريين محمد صلاح وتريزيجيه ومصطفى محمد والنني زيزو كانوا متألقين ازاي وكانوا بيموتوا نفسهم في الملعب عشان يطمنوا الشعب المصري والجمهور المصري على منتخبنا الوطني قبل المعترك الافريقي المقبل، سواء في تصفيات كاس العالم امام سيراليون وجيبوتي او بعدها بشهر في شهر يناير المقبل قبل الكان في كوت ديفوار. فالحقيقه ده كان يعني كان ليه تقدير كبير جدا عند الجمهور المصري، واشاد بشكل كبير جدا بلاعبتنا، والجمهور المصري كمان اشاد بمستوى المنتخب الجزائري. خليني اقول لك كمان انه على الصعيد بقى يعني الاجواء كان في بعض كده ايه، عارفه الحاجات النسائيه الجميله، تلاقي سيده مصريه بتتكلم مع سيده من الجزائر تقول لها لو مصر كسبت هنعزمكم على كشري مصري، والسيده الجزائريه تقول لها لو احنا كسبنا هنعزمكم على اكل جزائري. كانت روح جميله جدا الحقيقه، يعني كانت اكتر من رائعه، والكل اشاد بيها حتى الشعب الاماراتي الجميل اللي بيستضيف هنا معسكر الاشقاء. بالفعل منتخب الجزائر غادر مدينه العين وغادر معسكر الإقامة بعد أقل من ساعة من المباراة، عشان طبعا زي ما احنا عارفين انه منتخب الجزائر بيمتلك في قائمته 25 لاعب محترف وكلهم مرتبطين مع انديتهم، فبالتالي ما قدروش ان هم يستنوا لتاني يوم وانطلقوا بطائره خاصه الى الجزائر عشان كل لعيب يقدر يرجع لناديه مره تانية. خليني اقول لك كمان عن قصه المشاده اللي حصلت ما بين جمال بالماضي المدير الفني الوطني للمنتخب الجزائري وسعيد بن رحمه نجم المنتخب الجزائري. يعني اتكلمت في الفندق كده قبل رحيل كابتن جمال بالماضي، قال ان هو مش بيحب يتكلم في مثل هذه الامور اللي فيها بعض المشاكل مع اللاعبين، وخاصه كمان انه لاعبي منتخب الجزائر عندهم حماس كبير ان هم يكونوا موجودين في الملعب وان هو يمثل منتخب بلاده كروح، لان الجمهور الجزائري جمهور رائع، يعني محاربي الصحراء بلد المليون شهيد، فدايما جمهور متحمس في المدرجات ولا يقبل الا بالفوز ولا يقبل الا بالفوز بالبطولات ومنصات التتويج كما تعود المنتخب الجزائري بصفة واحد من القوى العظمى الكروية في القارة الإفريقية. فقال ان هو مش بيحب يتكلم في مثل هذه الأمور، وخاصة ان هو عنده لاعبين كبار. ونفس القصة برضو لما تسأل في موضوع
المشادة اللي حصلت ما بين إسلام سليماني وأيضا سعيد بن رحمة على تسديد ركلة الجزاء في مباراة الرأس الأخضر، قال إن ده حماس زايد داخل الملعب، وبالتأكيد القائمة المقبلة للمنتخب الجزائري هتشهد الكثير. امبارح المنتخب الجزائري غادر وسط محبيه من الجالية الجزائرية اللي بيقدر عددها من 10 ل 15 ألف مواطن جزائري شقيق عايشين هنا في الإمارات، وسط تشجيع كبير جدا. لكن أخيرا يا فرح عايز أقول لك بقى يعني لقطة جميلة جدا حصلت داخل معسكر منتخبنا الوطني. امبارح لاعبتنا والجهاز الفني كانوا في حالة حزن كبير جدا داخل معسكر الإقامة بعد انتهاء المباراة، بس ده فرح الحزن اللي يفرحنا احنا، ان احنا عندنا لعيبة رجالة عندها مسؤولية، مش مبسوطة من مجرد التعادل. يعني بيلعب الجزائر فريق كبير 25 لاعب محترف، واحد من القوة العظمى، وزعلان ان هو طالع متعادل، واللعيبه كانت في حاله حزن وكانها خسرت بطوله. الحقيقه احنا بنهني نفسنا ان احنا عندنا جيل من اللاعبين عندهم مسؤوليه، ب10 لاعبين فقط بعد طرد محمد هاني قدروا ان هم يقدموا مباراه كبيره جدا حازت على اعجاب الجمهور الجزائري قبل الجمهور المصري. لازم الفتره الجايه ندعم لاعبي منتخبنا الوطني، عندنا لعيبه قادره على تحقيق احلام الشعب المصري باذن الله. يا فرح العوده اليك والكلمه اليك، تفضل. الحقيقه حسن ان انا بحيي جدا على كل المعلومات اللي قلتها لنا في نفس التوقيت برضو حديثك امبارح مع اسلام سليماني، واكدت على بعض النقاط المهمه جدا اللي بتاكد على الحماس اللي عند لعيبه منتخب الجزائر، وده طبعا كان ليه تاثير كبير امام منتخبنا المصري بالامس. ورغم انه لعيبه منتخبنا المصري امبارح كانوا بيلعبوا منقوص العدد، ولكن حتى الحماس الشديد والاصرار وزي ما بتقول كده المشادات اللي ممكن تحصل ما بين لاعب والتاني او لاعب والمدير الفني اللي هو جمال بالماضي، ولكن ده كله لم يؤثر على تركيز لعيبه منتخبنا المصري. بالتاكيد يا فرح، يعني عايز اقول لك المباراه امبارح كان فيها حماس ونديه كبيره جدا، ويمكن ده ظهر كمان من تصريحات جمال بالماضي. الحقيقه قال تصريح ذكي جدا زي ما انت قلتي، ان هو كان يعني غير راضي على طرد محمد هاني وما كانش يتمنى طرد محمد هاني. مدير فني كبير وتصريح من مدير فني كبير بحجم جمال بالماضي، لانه مش بيفكر انه مجرد يكسب المباراه، لا ده عاوز منتخب مصر يلعب قدامه بال11 لعيب ال90 دقيقه وبالقوه الضربه بتاعته عشان يطمن على المنتخب الجزائري قبل المعترك الافريقي المقبل. في مدرب ممكن يقول يا رب الفريق المنافس في المباراه الوديه يطرد منه 2 و3 عشان اقدر ان انا يعني اركب المباراه وتكون المباراه بتاعتي من اولها لاخرها، لا هو فكر بشكل مختلف، ان هو وخاصه كمان انه جمال بالماضي من المدربين اللي قلبها بالبلدي كده ميت كرويا، ما بيخافش انه يواجه المنتخبات الكلاس ايه في القاره الافريقيه. الشهر اللي فات في المعسكر اللي فات يا فرح قدر انه يكسب السنغال في السنغال على ارضها بحضور ساديو ماني وكل نجوم المنتخب السنغالي حامل لقب البطوله الافريقيه على ارضه ووسط جماهيره، وانتم طبعا عارفين يعني ايه الجمهور السنغالي، جمهور متحمس جدا جدا يعني لا يقل تحمس عن الجماهير العربيه، وانه يقدر يكسبه خارج الارض ده بيدل ان المنتخب طبعاً الجزائري يملك عناصر قادره على تحقيق حلم الشعب الجزائري ان شاء الله باذن الله. حسن غنيمه تحياتنا ليك، بنشكرك شكرا جزيلا على التغطيه الرائعه اللي كنت متواجد فيها مع منتخب الجزائر طبعا ومنتخبنا المصري، وعشنا معاك اجواء كثيره جدا، وطبعا منتخب زامبيا ما قبلهم في المباراه الوديه. تحياتنا ليك، شكرا جزيلا زميلي العزيز حسن غنيمه المتواجد في الامارات العربيه الشقيقه. ترجع بالف سلامه طبعا انت وزميلنا العزيز ايمن مصطفى، ودايما تكونوا في تغطيات رائعه على شبكه قنوات اون تايم سبورتس. تحياتي لكم، اشكركم. مشاهدينا وصلنا معاكم للتوقيت اللي بنحب نتفاعل فيه مع بعض في فقره اللعبه. سؤالي لكم النهارده، من هو افضل لاعب في مباراه المنتخب امام الجزائر واللي انتهت بالتعادل 1-1؟ منتظرينكم تتفاعلوا معنا على مدار الحلقه على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بشبكه قنوات اون تايم سبورتس. في اخر الحلقه بستعرض معاكم ابرز التعليقات. تعالوا نروح لفقره تصريح وتعليق. امبارح كان معنا تصريحات كتير جدا، ابتديها باول تصريح مع المدرب الفني المنتخب المصري روي فيتوريا. طبعا قال خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الجزائر على انه ظروف المباراة كانت صعبة بسبب حالة الطرد، وان هو فخور بالمنتخب المصري. قال نجحنا في تقديم اداء جيد، وقت تواجدنا بشكل كامل قدم الفريق مباراة قوية جدا. كمان
الأمر وقت النقص العددي للمنتخب برضو قدمنا أداء مميز. بيقول النتيجة مش فارقة معايا نهائيا، خاصة أنه لعيبة المنتخب قدموا أداء كبير أمام الجزائر على الرغم من أن احنا كنا بنلعب منقصين العدد. هنشتغل خلال الفترة اللي جاية على أن احنا نوصل لجودة أكبر علشان ننافس على كافة البطولات اللي هنشارك فيها. كمان بيقول اللعيبة قدمت أداء مثالي للغاية، ولازم الشعب المصري يكون فخور بالمنتخب وباللعيبة اللي متواجدين مع الفراعنة والجيل الحالي، وكل اللي أنا أقدر أن أنا أكد لكم عليه على أنه المنتخب هيقدم الأفضل خلال الفترة المقبلة. الحقيقة أنه بعد ما الجماهير المصرية امبارح شافت أداء المنتخب المصري، متأكدين من الكلام اللي روي فيتوريا إن شاء الله بيقوله في تصريحاته. عندنا ثقة، عندنا طبعا يقين، عندنا شغف، عندنا إصرار، عندنا عزيمة. كل لاعب مصري بيرتدي تيشرت المنتخب المصري، كل ما يحمله من مشاعر وحب وإصرار ولسه عنده أكتر عايز يديه في أرض الملعب، هو نفس الشعور اللي عند المشجع المصري المتواجد في المدرجات، وعنده ثقة في لعبته، وعنده ثقة في مديره الفني، وعنده ثقة في المنظومة الرياضية والتطور اللي احنا ابتدينا نشوف عليه منتخبنا المصري. ان شاء الله كل الكلام اللي احنا شايفينه والتصريحات دي هنشوفها على أرض الواقع بتتحقق يوم بيوم، مباراة عن مباراة، مع اكتساب الخبرات، مع اكتساب الظروف، ومع في نفس التوقيت نشوف الكيمياء اللي ابتدت ان هي تكون متواجدة ما بين الجيل الحالي ولاعيبة منتخبنا المصري. كابتن محمد الشناوي حارس مرمى منتخبنا المصري كان ليه تصريح بعد نهاية مباراة الجزائر، قال فيه لاعيبة المنتخب اعتبروا ان المعسكر الحالي استعداد لكاس امم افريقيا. مباراة الجزائر هي تجربة كويسة جدا قبل المنافسات. كمان بيقول لاعيبة منتخب مصر كانوا رجالة، قدمنا أداء جيد والتزمنا بتعليمات المدير الفني روي فيتوريا. الطرد ما أثرش علينا لأن إحنا حطينا كل السيناريوهات، ومن الوارد أنه يتكرر السيناريو الطرد في أمم إفريقيا، والمباراة كانت كويسة من الطرفين. إن شاء الله السيناريو ده ما يتكررش تاني، وما نفقدش أحد أهم عناصر منتخبنا المصري في المباريات الهامة والمباريات الرسمية، لأنه بيكون موقف صعب جدا خصوصا أمام المنتخبات الكبيرة. وفي نفس التوقيت إحنا شايفين مجموعتنا ومجموعة الغير، كل المجموعات قوية، كل المجموعات فيها منتخبات مؤثرة جدا، وده طبعا بيسبب يعني ضغط كبير على لعيبة المنتخب، بدل ما يكونوا بيلعبوا بأريحية، بدل ما يكونوا بيسجلوا أكتر من هدف، ده يكون عامل نوع من أنواع الضغط النفسي والعصبي عليهم في المباريات. بنتمنى ان السيناريو ده ما يتكررش تاني، ولكن دايما بنستفيد من اخطائنا، بنستفيد وبنكتسب الخبرات. بالتأكيد طرد محمد هاني بالأمس أثر على الفريق، وفي نفس التوقيت أثر على اللاعب نفسه أنه هو يبتدي يعني يتعلم من الأخطاء، يكون عارف يتلاشى بعض الأخطاء في المباريات الكبيرة، خصوصا أنه طرد اللاعب ما بيتعوضش في أي مباراة. نروح مع حضراتكم للكابتن حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصرية والمشرف على المنتخب الأول، اتكلم عن حجم الاستفادة الكبيرة جدا اللي استفدناها من مباراتي زامبيا والجزائر الودية. قال الكابتن حازم إمام استفدنا بشكل كبير من مباراة الجزائر وودية زامبيا، ومكسب مواجهة الجزائر هو إن احنا رجعنا الثقة مرة تانية في صفوف المنتخب. كمان عندنا فريق مميز جدا، لكن لازم الجماهير تصبر عليهم. وختم كلامه وقال بيتوجه بكل الشكر لجميع اللعيبة سواء داخل الملعب أو خارجه، وإن هم عندهم ردة فعل هجومية كبيرة داخل الملعب. كان سعيد جدا بردود فعل الجماهير على المنتخب بشكل إيجابي، كان في تخوف لكن الجميع أصبح مطمئن إلى حد ما، واللعيبة كانوا جاهزين، واللي ما كانش فيه أي غيابات قدمنا مستوى جيد، رغم إن ما كان لو كنا لعبنا بالعدد كامل كان هنبقى أفضل كمان، وما شعرتش بإن إحنا كنا منقصين العدد لمدة 80 دقيقة بعد طرد محمد هاني. لسه عندنا لقاءات وتفاصيل كتير عشناها مع حضراتكم امبارح ما بعد المباراة. تعالوا نروح مع الزميل العزيز أيمن مصطفى اللي أجرى لقاء امبارح ما بعد المباراة مع طبعا الأستاذ عامر حسين، اللي اتكلم بالتأكيد عن أمور كتير جدا جدا على المباراة، على الاستعدادات، على منتخبنا المصري والاتحاد المصري لكرة القدم. تعالوا نروح مع حضراتكم للقاء ونرجع لكم مرة تانية. كابتن عامر اهلا بحضرتك، نور الدنيا، وتقييمك للمعسكر بشكل عام وتجربه الجزائر الهامه جدا بكل التاجي.
الحمد لله المعسكر يعني احسن ما يرام، والامور كلها كانت منظمه. لازم نشكر مجلس ابو ظبي والشركه المتحده، كل الناس، ونشكركم اولا واخيرا على المجهود اللي انتم عملتوه والتغطيه الممتازه اللي عاملينها. الحمد لله المعسكر من اول يوم في نظام، في سيطره على الامور كلها، مواعيد التدريب، مواعيد الوجبات، كل الامور الحمد لله اللي بتحتاجها اي معسكر موجوده، كل اللي بنطلبه موجود. فندق الاقامه بجانب ملعب التدريب جنب ملعب المباراه، فكل الامور حقيقه الحمد لله ما لقيناش اي صعوبه في خلال المعسكر، بالاضافه طبعا الى التزام اللاعبين كلهم والقياده الواعيه للكابتن محمد صلاح بالنسبه للاعبين، لانه عنده القدره وعنده الموهبه ان هو بيجمع كل اللاعبين حوالين هدف واحد اللي هو اللعب منتخب مصر واسم منتخب مصر، وده اللي شفناه النهارده، والحماس والمحاضره اللي في غرفه ملابس اللي اداها لمده دقيقتين ثلاثه حمس بيهم اللعيبه قبل المباراه على طول. الحقيقه حمس اللعيبه وقال لهم دي مباراه من المباريات الكبيره، فلازم نبان في المباريات الكبيره لان احنا لنا الشخصيه بتاعت المنتخب المصري. فالحمد لله رغم الطرد المبكر جدا الحمد لله لعبوا مباراه على اعلى مستوى. طبعا طبعا كان توقيته صعب جدا، خاصه ان هو تم الطرد ان بعد اربع خمس دقائق احنا كنا فايقين قوي وكنا خلاص ركبنا المباراه، فجال الطرد في وقت كان صعب بالنسبه للفريق. وكنت ببص طبعا للجمهور الكبير اللي جاء من الجمهور المصري اللي كان جاي الملعب، والحقيقه الواحد بيبقى قلقان ان الجمهور يمشي زعلان، بالاضافه طبعا للملايين المتابعين طبعا في مصر. فطبعا كان في قلق، بس بعد خمس دقائق 10 دقائق لقينا مستر فيتوري قدر يظبط الفرقه وواقفين كويس جدا في الملعب، وضيعنا اهداف، ضيعنا ثلاث اربع اهداف مؤكده. فدي برضه حافز ورساله من اللعيبه على ان رغم النقص اللي عليه ان هم ما بيلعبوش على التعادل، بيلعبوا عشان يكسبوا. فالحمد لله يعني ان المعسكر مباراتين في منتهى القوه. زامبيا دي فرقه قويه على فكره، عندهم خط امامي صعب جدا، الناس استهانت بيهم شويه، لا هم منتخب كويس. فالمباراتين كانوا تجارب قويه، وطبعا معانا الحقيقه مستر فيتوريا بخبرته الكبيره جدا، الراجل قادر ان هو يظبط الامور كلها، وعنده مجموعه كبيره من اللاعبين علشان يقدر ينظم دقائق اللعب ويستخدم كل لاعب موجود، لان عندنا فريقين الحمد لله كلهم على اعلى مستوى، عدد لعيبه كبير وفي اماكن واحده، فبالتالي هو عنده القدره على القياده والسيطره على مجموعه اللاعبين دولت، لان من المرات القليله اللي احنا كنا كاملين فيها يمكن فاضل بس بره اثنين ثلاثه. ولازم نشكر الكابتن حجازي طبعا على ان هو جه وقف وساند الفريق قبل المباراه، ومستر فيتوريا بيحب يلم الناس كلها الحقيقه، وبيدي روح طيبه جدا وفي هدوء بس بشخصيه قويه، وده اللي كانت اكبر نقطه مهماني في المعسكر وفي مباراه الجزائر، خاصه لان دي هتبقى نقطه تحول في عوده الثقه للمنتخب الوطني وفي الجهاز وفي اللاعبين، لان الحقيقه دايما الجمهور الكوره بياخد مباراه بمباراه. فكانت التجربه السابقه رغم ان الناس كلها عرفت كانت عارفه ظروفها ايه وان الفرقه مش كامله وفي اصابات وفي ناس مش موجوده، والراجل جرب اكتر من مكان، هي مباراه تونس، فالناس بدات تفقد الثقه شويه في المنتخب، وكان الكلام كله على ان المنتخب ما لعبش مباريات قويه، وده الاختبار الحقيقي للجهاز الفني. فكل الامور دي طبعا اللي احنا بنسمعها بتحطنا تحت ضغط طبعا كبير جدا. طبعا بنتابع كل الامور ديت والناس كلها بتتابع الكلام دوت، بس احنا عندنا ثقه في الجهاز الحقيقه، لان تم اختياره بعنايه، وعشان كده المده كانت اربع مواسم اربع سنين، فبالتالي ما فيش عقد قبل كده اتعمل لحد في المده دي كلها، لان الراجل بيعمل حاجه لقدام، يعني بيعمل حاجه لمصر وتيم قوي لمصر لقدام، وبرضه الناس اللي بتقول ان هو ما طلعش حد من الصغيرين والشباب، هي مش سهله. عندنا منتخب اولمبي عنده شغل وعنده مبارياته وعنده اولمبيات وصل النهائيات، فبالتالي ما عندوش الفرصه انه ياخد من الجيل دوت حاليا، انما هو عينه على لعيبه كتير، بدليل ان لما
كابتن امام عاشور حصل فيه حاجه جاب كابتن كوكا على طول جابه، يعني هو الراجل محضر الشغل ومحضر مين هيبقى مكان مين بعد الاولمبيات ان شاء الله، فنرجو ان الناس ما تقلقش. تصريحات هامه بالتاكيد من الاستاذ عامر حسين، وطبعا بنشكر الزميل ايمن مصطفى على كل المجهود الكبير جدا في اللقاءات اللي اجراها امبارح ما بعد المباراه هو وحسن غنيمه. امبارح موقع فوتبول لندن نشر مقابله مهمه جدا مع محمد النني لاعب ارسنال ومنتخب مصر الحقيقه انه النني يتكلم فيها عن اكتر من حاجه، اهمها انه عايز يعتزل في صفوف الجانرز. قال النني في المقابله انه بيتذكر انه احد الصحفيين كان بيتكلم معاه في مصر وساله زمان عايز تلعب فين، وقتها كان النني بيلعب في المقاولين، رد عليه وقال له عايز العب في الكامب نو في برشلونه. النني اقسم انه الصحفي ما كملش المقابله معاه وخرج تريق عليه. مرت السنين واحرز هدف النني لصالح ارسنال في برشلونه في الكامب نو، وقال نادي ارسنال عارفين ان انا بحبهم قوي وعارفين ان انا عايز افضل معاهم لحد ما امشي في الاخر وانهي مسيرتي وانا مكمل معاهم بنسبه 100% هم عارفين ده، لكن لما تم تجديد عقدي ده كان شيء لا يصدق فعلا بالنسبه لي، انا كان عقدي على وشك ان هو يخلص ولم اتمكن من ان انا العب في الموسم اللي فات، وجولي مباشره بعد اصابتي في تاني يوم على طول ما اتصبت وقالوا لي ان احنا عايزين نجدد العقد معاك، احنا بنحبك وعايزينك تفضل معانا، وانه فعلا فعلا النادي ده رائع. حقيقه انه محمد النني كلامه بيأكد انه في بعض الاحيان وعند بعض اللعيبة اللي عندها إصرار وعزيمة ومؤمنة بقدراتها دايما يقولك صدق حلمك الناس هتصدقك، لازم تكون بتصدق نفسك، اليوم اللي انت تصدق نفسك فيه لازم هتجبر الناس كلها انها تصدقك، واليوم اللي انت تآمن بنفسك فيه لازم الناس كلها تآمن بيك وبموهبتك. محمد النني أثبت ده، محمد النني رغم الظروف والضغوط والهجوم الشديد عليه في بعض الأحيان وبشكل شديد جدا وكثير جدا لم يتأثر ولم يؤثر فيه. محمد النني من اللعيبة اللي فعلا وجودها في نص الملعب بتصنع الفارق، خروجه من أرض الملعب وهو في التوب فورم بتاعته وفي أعلى مستوياته هتحس وهتشعر بالفارق عن وجوده في أرض الملعب. محمد النني من اللعيبة اللي هنقول عليها لا اجتهد واشتغل وآمن بموهبته واشتغل على نفسه وكان عنده إصرار وعزيمة عشان يقنع نادي بحجم أرسنال إن هم يتعاقدوا معاه ويجددوا له في عز إصابته. دي كلها حاجات ما بتتنسيش وطول عمرها هتفضل مخلية الشرف وقيمة وقدر اللاعب المصري المحترم الملتزم اللي عنده إصرار وعزيمة وطموح متواجد وبيحجز مكانه في الدوريات الأوروبية. بنقدم له كل التحية والتقدير، دايما عنده طموح ودايما ما عندوش سقف طموح علشان دايما نشوفه بيوصل لأبعد مكان، زي محمد صلاح، زي تريزيجيه، زي نجومنا اللي مشرفينا في كل مكان، زي مصطفى محمد، زي عايزة العدد يكتر، عايزة الأسماء تكتر، عايزة الدوريات تتنوع، عايزة أسماء الدوريات الأوروبية تكتر وتكتر، ودايما نكون بنتشرف بوجودهم في كل مكان. لسه عندنا كلام كتير هقوله مع حضراتكم، أخبارنا الرياضية المتنوعة ولكن بعد الفاصل. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه مستكمل معاكم باقي فقرتنا.
من منتخبنا الأول هنروح للمنتخب الأولمبي. الحقيقة المنتخب الأولمبي ماشي بخطة ثابتة في نفس التوقيت، عارف قيمة وقدر طبعا المباريات الودية المهمة جدا لأنها هتكون مؤثرة مع منتخبنا الأولمبي خلال الفترة اللي جاية. حقق فوز مثير أمام أوزباكستان بهدفين مقابل هدف وحيد، المباراة الودية اللي جمعتهم امبارح ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. جاء الهدف الوحيد لأوزباكستان بعد خطأ من حسام عبد المجيد، وعمر فايد أصفر عن انفراد المنتخب الأوزباكستاني بمرمى حمزة علاء وتسجيل الهدف الأول. بعدها سجل هدف التعادل للفراعنة بلال مظهر في الدقيقة 73 من زمن اللقاء بعد ما استفاد من تمريرة محمد أشرف، وكمان الحمد لله في الدقيقة الأخيرة من المباراة بيسجل زياد فرج الهدف الثاني للمنتخب الأولمبي بتسديدة صاروخية. لاعبتنا الحقيقة رجالة محضرين نفسهم للفترة اللي جاية بشكل مميز كده. هنقول منتخب مصر الأولمبي في مبارياته الودية بيحقق المكسب بعد ما فاز في المباراة الودية الأولى أمام منتخب الأردن بثلاث أهداف مقابل هدف واحد في اللقاء اللي أقيم في مصر، وده طبعا في إطار الاستعداد للعب إن شاء الله في أولمبياد باريس 2024 واللي تأهل ليها بعد محل ثانيا في أمم إفريقيا تحت 23 سنة خلف منتخب المغرب. عاوز اقول ان المدرب المجتهد جدا اللي محضر لنا ان شاء الله حاجه محترمه ومشرفه وشكل رائع للمنتخب الاولمبي ميكالي بعد الفوز على اوزباكستان يبقى لاعب معانا 22 مباراه مع المنتخب الاولمبي، حقق الفوز في 14 مباراه، اتعادل في 7 لقاءات وخسر مره واحده، وسجل المنتخب تحت قيادته 30 هدف، تلقت شباكهم 10 اهداف، ودي ارقام لو اتكلمنا عليها هنقول أرقام حلوة، أرقام جيدة، أرقام مميزة، ولكن لسه اللي جاي أحسن، ولسه اللي جاي أتقل، ولسه اللي جاي محتاج استعدادات أكتر، وعايز إصرار من اللعيبة، وعايز هدف لازم يحققوه ويكونوا عارفين إن هم جيل قوي، وإن شاء الله مع اجتهادهم وشغلهم مع الجهاز الفني ومع المنظومة كلها طبعا بقيادة الكابتن بركات ده هيصب في مصلحتهم. تركيز الفترة اللي جاية التوفيق إن شاء الله من ربنا سبحانه وتعالى ليهم، ولكن باجتهادهم وتركيزهم وإصرارهم أنا عايز أكون فين؟ أنا كلاعب شايف نفسي فين في المستقبل؟ أنت المستقبل، لاعب المنتخب الأولمبي هو المستقبل، لأنه التصريحات اللي قالها الأستاذ عامر حسين بتأكد على الكلام ده. الحقيقة روي فيتوريا كان عينه على أكتر من لاعب خلال الفترة دي من المنتخب الأولمبي ومن الشباب، ولكن في ظل الالتزام اللي ملتزم بيه لعيبة المنتخب الأولمبي والمباريات الهامة اللي عندهم في نفس التوقيت طبعا للاستعداد لأولمبياد باريس 2024، كل ده بيأكد على إن هي فترة مش هيقدر يعني يدعم أو يستخدم بعض اللعيبة اللي موجودة في المنتخب الأولمبي في المنتخب الأول، ولكن المستقبل لسه قدامهم، ولسه مع تألقهم أكتر هيأكدوا الفكرة اللي موجودة عند روي فيتوريا إنه يكون واثق إن هو ياخدهم وإنه هو يضمهم وإنه يطعم بيهم المنتخب الأول وإنه يستفيد بخبراتهم، هم يستفيدوا واللعيبة الكبار أيضا يكونوا بيتعاملوا معاهم ويكتسبوا الخبرات الصغيرين منهم في نفس التوقيت، كل ده بيصب في مصلحة منتخبنا الأول. كل التوفيق يا رب للمنتخب الأولمبي اللي دايما بنقول إنه الهدف معاه إن شاء الله الحصول على ميدالية في باريس 2024، وراهم وفي ظهرهم وبندعمهم ودايما بنفخر بيهم في كل مكان. نروح مع حضراتكم دلوقتي التوقيت اللي بنستعرض فيه أهم أخبارنا في On Fire News. أول أخبارنا من أخبار القلعة الحمراء، النادي الأهلي انتظم ثلاثي الأهلي رامي ربيعة وكريم نادفد وصلاح محسن في التدريبات الجماعية للفريق بصورة طبيعية بعد ما رجعوا من الإصابة. كمان أكد الدكتور أحمد جبلة طبيب الفريق أنه ربيعة تعافى تماما من إجراء جراحة بسيطة بسبب خراج في باطن القدم، كمان بقى جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي. عن حالة كريم نادفد أكد أنه اللاعب أنهى برنامج العلاج الطبيعي اللي خضع ليه على مدار الفترة اللي فاتت وهو جاهز على الصعيد الطبي، بيتبقى فقط الرؤية الفنية. أما صلاح محسن فخضع لفحص طبي أكد تعافيه وجاهزيته للتواجد في المباريات بشكل طبيعي.
من اخبار القلعه الحمراء النادي الاهلي لاخبار القلعه البيضاء نادي الزمالك، ونبدا اخبار الزمالك من عند مدحت عبد الهادي المدرب العام لنادي الزمالك، واللي اجرى جلسه مع اللعيبه قبل انطلاق التدريبات الجماعيه اللي اقيمت صباح امس الاثنين على ملعب الترسانه استعدادا لمباراه سموحه اللي جايه في الدوري الممتاز. كمان حرص الكابتن مدحت عبد الهادي في بدايه الجلسه على انه يطمن على حاله اللعيبه، خاصه بعد حصول الفريق على راحه سلبيه لمده يومين. كمان اتكلم معاهم عن اهميه ان هم يرجعوا بكل قوه للتدريبات بعد ما حصلوا على قسط من الراحه، وشدد على ضروره ان هم يكونوا مركزين علشان يستعدوا للمواجهه اللي جايه امام سموحه في مسابقه الدوري الممتاز والفوز بيها علشان يوصلوا الانتصارات، خاصه بعد الفوز الاخير اللي حققه الفريق على حساب البنك الاهلي. وكمان قال لهم المدرب العام انه الجهاز الفني عنده ثقه تامه في جميع افراد الفريق علشان يستمروا في تقديم عروض قويه وتحقيق الاهداف المطلوبه ليهم الفتره اللي جايه. وفي نهايه الجلسه شرح ليهم كمان بعض الامور الفنيه والخططيه علشان يتم تنفيذها في اطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للقاء سموحه المقبل. مشاهدينا لسه هنتكلم معاكم في الجانب الفني والتحليلي، ولكن مع ضيفنا اللي منورنا بعد الفاصل الكابتن احمد عادل لاعب الاهلي السابق. انتظرونا بعد الفاصل في صباح انصار. عودة لحضراتكم مشاهدينا مرة تانية، لسه بنستكمل معاكم باقي فقراتنا. منورنا دلوقتي ضيفنا الكابتن أحمد عادل لاعب النادي الأهلي السابق. بنرحب بحضرتك يا كابتن، صباح الفل عليك. أنا أستاذ فرح وسعيد دايما وأنا موجود مع حضرتك. بنسعد بوجود حضرتك معانا، وطبعا كلنا سعداء بمنتخبنا المصري امبارح. الحقيقة إن كان عندنا ما قبل المباراة كمية شغف وسعادة، وزي ما تقول كده كنا بنفرح وبنشجع وبنستعيد الذكريات مرة تانية ما قبل المباراة. شفت ده ازاي وهو بيترجم على أرض الواقع امبارح؟ يمكن كان بقالنا فترة يعني ما شفناش شخصية المنتخب المصري، دي اللي أنا كنت بنشد بيها الفترة الأخيرة. مهم جدا اللعيبة تلعب بشخصية المنتخب، هوية المنتخب. كنا الفترة الأخيرة أكيد فاقدين هوية منتخب مصر، لكن دايما بتكلم عن منتخب مصر وعلى لعيبة منتخب مصر ما بتظهرش إلا في المباريات الكبيرة زي مباريات تونس، وحتى مهمة المباريات الكبيرة بتبين نقط الضعف أو الراجل محتاجها أو الراجل مستر فيتوريا محتاجها مع المنتخب، لكن ده ظهر في مباراة الجزائر امبارح. وأنا بشوف إن الظاهرة الإيجابية معنويا حتى للعيبة وهي زعلانة إن هي تعادلت مع منتخب الجزائر. منتخب الجزائر من أميز المنتخبات على مستوى أفريقيا، يمكن اشترك كمان في كاس العالم كذا نسخه من كاس العالم، معهم جمال بالماضي مدير فني كبير وتقديره للمنتخب المصري. هي دي شخصيه منتخب مصر دايما الفتره الاخيره بنناشد بيها. سعيد طبعا بالاداء قبل النتيجه المنتخب صحيح. المصري والاستبسال والعزيمه اللي عند اللعيبه، الحاله التنظيميه اللي كان عليها المنتخب، وخصوصا انت بتلعب بنقص عددي، بتلعب 10 لعيبه من الدقيقه 33، لكن الحاله التنظيميه اللي كان عليها المنتخب المصري اضافت بشكل كبير جدا حتى لنهايه المباراه. بشوف الظاهره الايجابيه ان انت زعلان حتى ان انت طبعا متعادل مع منتخب الجزائر، اعتقد ان دي بدايه للانطلاق ان شاء الله مع المنتخب المصري. كابتن، من خلال خبراتك، هل فعلا اللاعب عموما في منظومه كره القدم مش المصريه فقط لما بيلعب منقوص العدد ب 10 لعيبه ده بيأثر، بيخلي اللاعب محطوط تحت ضغط اكتر، ولا بيخلي اللاعب عنده اصرار وعزيمه زي الكلام اللي صرح بيه جمال بالماضي امبارح المدير الفني للمنتخب الجزائري؟ اكيد ده ما يميز اللاعب المصري. اللاعب المصري دايما عنده دوافع، دايما عنده اهداف، لكن لما بيتحط تحت ضغط بيقدر ان هو يكون عنده حسن الظن. ده اللي مع المنتخب المصري. المنتخب المصري او اللاعب المصري بشكل عام اللي هيديله دوافع بشكل كبيره من اهمها معسكرات المغلقه، الماتشات الكبيره، النقص العددي، هنا معدن اللاعب المصري بيبان، وده ظهر في المباراه امبارح، وظهر عزيمه اللعيبه المصريه واصرارهم. حتى احنا مسجلين هدف واحنا ناقصين عدد من اللعب 10، فاعتقد ان ده فارق حتى مع شخصيه اللاعب المصري، وده ظهر في مباراه امبارح. واكيد الحاله التنظيميه اللي كان عليها المنتخب دي برضو ترجع للمدير الفني، ترجع للمدير الفني ان هو دايما ما كانش مستعجل على انهاء الهجمه، دايما قافل مساحات. المجهود البدني اللي قام بيه محمد صلاح بعد الطرد صحيح. محمد هاني والتغييره بتاعت عمر كمال، اكيد كل ده بيضيف للمنتخب المصري. يمكن لو هنتكلم فنيا، صلاح بقى راح ناحيه اليمين، بقى بيدافع مع عمر كمال بالزبط. فقفل المساحه دي بشكل جيد، وده دايما بيرجع لمعدل اللعيب المصري في المباريات الكبيره. اكيد هل منتخبنا المصري كان يستحق الفوز؟
اكيد اكيد كان يستحق الفوز، وخصوصا زي ما بقول لحضرتك انت دايما ليك الافضليه، ما تحسيش ان المنتخب المصري ناقص عدد. تالق من الشناوي وكيفيه التعامل مع الكرات اللي جات له، كنت اتمنى حتى الهدف اللي جه فينا الشناوي صدها او طلعها، لكن انا بشوف الظاهره الايجابيه ان انت دايما متغلب، دايما وانت ناقص عدد بتلعب، عندك شخصيه منتخب مصر، لعيبه حريصه جدا على اسم منتخب مصر وعلى التيشيرت منتخب مصر، واللي بشوف ان هم كان من اميز اللعيبه كمان، وكان مفتاح لعبه مهم اداء تريزيجيه، واللي انا بديله رجل مباراه. يعني انا بديله رجل مباراه واداء اكتر. بدايه الحلقه الحقيقه بقول تريزيجيه ومحمد صلاح امبارح عملوا اداء مميز جدا. لا يعني انا بناشد دايما ان تريزيجيه هو ياخد المبادره، هو ياخد الستارت حتى مع الفرقه، هو اللي بيديك الافضليه، لعيب بينقل منتخب او بلغه الكوره بيركبك المباراه من اول دقيقه وعلى طول فترات مجريات المباراه، هو تريزيجيه هو الافضل. زائد ان دايما لو هنتكلم على محمد صلاح، هو مش انا بتكلم عن محمد صلاح، مش ان هو هيعمل ايه للمنتخب على قد ما ان هو لافت انتباه اي منتخب بيلعب طبعا. بيدافع على صلاح اثنين او ثلاثه، فهنا ممكن نحول طريقه اللعب، نلعب عن طريقه تريزيجيه، مرموش، مصطفى محمد، اللي بشوف انه اميز المهاجمين، وهو عنده ملكه ان هو ازاي من نص فرصه يقدر يسجل هدف. اكيد فاكيد فروت بقيمه مصطفى محمد، مهم ان كل اللعيبه اللي تحت منه تقدر تخدم عليه. هل نقدر نقول ان علي جبر امبارح رد على كل المشككين في قدراته او في انضمامه للمنتخب المصري رغم الخبرات؟ ولكن بيبقى دايما كده في انتقادات، هجوم، انه مش في اعلى مستوياته، انه مش بيتالق. امبارح علي جبر بيرد على المشككين؟ أكيد علي جبر قيمة كبيرة، سواء مع منتخب مصر أو قبل كده الزمالك ودلوقتي بيراميدز، لعيبة من اللعيبة الكبيرة في مصر، عنده خبرات كبيرة جدا. أعتقد إن هو خبرات السنين بانت امبارح، إن هو يقدر يستعيد نفسه تاني، يستعيد قوة شخصيته تاني، برغم زي ما حضرتك بتقولي الانتقادات، لكن ده إداله دوافع كبيرة جدا إن هو يثبت إن هو جدير إن هو يكون موجود داخل قائمة منتخب مصر. فأعتقد إن علي يعني يقدر يعدي المراحل دي بسهوله لقوه شخصيته او تمرسه على اللعبه مع منتخب مصر، او سواء مع فريق بيراميدز، فريق كبير بيلعب في دوري ابطال. فاعتقد ان هو لا يقل عن اي حد يبقى موجود في قائمه منتخب مصر. لو عملنا مقارنه سريعه يا كابتن احمد ما بين منتخب مصر في مواجهه منتخب زامبيا ومنتخب مصر في مواجهه منتخب الجزائر، نقدر نقول تطور الاداء شفناه فين؟ اكيد في تركيز اللعيبه، وزي ما قلت لحضرتك في فرق ان انا لعيب مصري بنلعب مع احترام الفريق زامبيا، هو مش هيكون بنفس التركيز اكنه بيلعب تونس، بيلعب الجزائر، بيلعب المغرب. هنا قوه التركيز او قفل المنتخب على نفسه او نسبه التركيز بتبقى اعلى مع المنتخبات الكبيره. فهي دي اعتقد ان لعيبه المنتخب كانت مركزه بشكل اكبر في مباراه الجزائر عن مباراة زامبيا، لان فريق زامبيا مش زي المنتخبات الكبيره، فممكن حاله التركيز عند اللعيبه ان انا ممكن اكسب في اي وقت، ان انا ممكن العب باي طريقه حتى بالنسبه لمستر فيتوريا. اعتقد ان مبارياتنا مع الجزائر وتركيز اللعيبه زي ما قلت لحضرتك، المنتخب المصري وقوه شخصيه المنتخب المصري ما بتبانش الا في مع المنتخبات الكبيره. بالتأكيد. وده واضح على مدار السنين حتى كمان. أكيد. ان قوه المنتخب المصري ما بتظهرش الا في البطولات الكبيره وفي مع المنتخبات الكبيره. طيب لو انتقلت معاك للكيمياء، كنا بقالنا فتره كبيره قوي مفتقدين الكيمياء دي اللي كانت ما بين لعيبه المنتخب. في اغلب التصريحات اللي كنا بنسمعها دايما من كابتن المنتخب المصري في التوقيت ده كمان كابتن عبد الله السعيد، كان دايما على مدار يعني ما قبل الاعتزال الدولي كان ليه بعض التصريحات بيأكد فيها انه اللعيبه ما اخدتش كفايتها من التجميع، ان اللعيبه ما اخدتش وقت كافي عشان يتجمعوا ويتطبعوا بالوقت ان احنا نشوف فيه المنتخب كله فاهم بعضه وبيظهر بشكل مميز. اعتقد روي فيتوريا ابتدى يتجنب الجزئيه دي من اول ما تولى القياده الفنيه للمنتخب، شفت ده امبارح مدى تاثيره على المباراه؟ اكيد مفيش شك، يمكن ده الراجل اللي كان بيناشد بيه في بدايه المعسكرات، ان انتوا المفروض تدوني مساحه اكبر من كده في حته تجميع اللعيبه، يبقى في مرونه بشكل اكبر في حته عمليه الدوري، لكن معذورين اتحاد الكوره في حته ضغط المباريات، حته المؤجلات الكتير، وخصوصا ان في اربع فرق بيشاركوا في على المستوى الافريقي على طول فترات الموسم، لكن ده اكيد يعني قصر الوقت اللي بيتجمع فيه المنتخب ده بيأثر بالسلب على انسجام اللعيبه او الهرمون اللي موجود بينه وبين اللعيبه. لكن اعتقد ان مقدرين جدا اتحاد الكوره مهمه منتخب مصر، الدعم الكبير جدا من كابتن حازم امام وكابتن بركات للمنتخبات الوطنيه،
اعتقد ان ده بيدي اهميه وافضليه حتى للعيبه وحرصهم على ان هم يحققوا حاجه لمنتخب مصر، واعتقد ان كل العوامل دي ان شاء الله الفتره اللي جايه تضيف للمنتخب باذن الله. في البعض امبارح وهو بيشاهد المباراه كان ممكن يشكك في مدى قوه اتخاذ قرار فيتوريا بان هو يبدل زيزو او يخرج زيزو من ارض الملعب، في البعض كان ممكن يقول لا طب ما هو يرجع زيزو ورا ويلعبه باك يمين بدل ما يخرجه ويدخل عمر كمال عبد الواحد، تعليق حضرتك فنيا ايه؟ وهل شايف انه ده كان القرار الامثل بمدير فني عارف قدرات كل لاعب ويقدر ياخد التوب فورم بتاعتها او ال 100% او 90% من كل لاعب هتكون الافضل في انهي مركز اكتر؟ اكيد ده كل اللي الناس شافته والناس قالته زي ما حضرتك بتقولي ان انت ليه تخسر تغييره من بره، وخصوصا انت ممكن زيزو يلعب كباك رايت وزيزو بيقدر يجي من تحت كويس، لكن مهم جدا وانت منتخب قوي وانت فريق قوي وانت فريق كبير مهم جدا تدافع كويس، ودي الدور اللي قام بيه عمر كمال بشكل جيد، وان هو يقدر يقفل الحته دي مع ان عمر مش ده مكانه الطبيعي لكن بقى متمرس بشكل كبير جدا سواء مع عمر بيلعب باك شمال، بيلعب دلوقتي بيلعب مع فيوتشر باك شمال، باك شمال اه، لكن في قبل كده مع منتخب مصر وفي كاس الامم الاخيره لعب باك رايت بالظبط، وهو اساسا عمر بيلعب طرف يمين، طرف يمين بالظبط، هو كان في الشرطه معايا في اتحاد الشرطه معايا وبيلعب طرف يمين كان بيلعب قدامي، وفي المصري اعتقد برضه في المصري لعب طرف يمين برضه، طرف يمين اه، فلا عمر عنده مرونه تكتيكيه عنده، ده بيريح المدير الفني بشكل أكيد كبير جدا، وانه حتى ما يخسرش تغييره من بره، لكن زي ما حضرتك بتقولي مستر فيتوريا كان عنده دي المباريات اللي احنا نجرب فيها نقدر نشتغل على اللعيبه فيها، كان تغيير موفق جدا لان عمر كمال دايما الحاله الدفاعيه عنده بيقوم بنسبه 60 او 70% وبيقدر برده يكمل، زي ما قلت حضرتك رجوع صلاح او انضمام صلاح ان هو يرجع يدافع معاه في المنطقه دي ادى حريه لعمر كمال شويه ان هو يقدر يطلع بالكوره، اعتقد ان التغييره كانت موفقه من التوازن الراجل. ده كان مهم جدا مهم جدا، وخصوصا زيزو طالع زعلان لكن صحيح. هو من حقه ان هو بيعجبني المديرين الفنيين اللي عندهم شخصيه قويه يا كابتن احمد وهم الافضل والامثل دايما لتولي القياده الفنيه للمنتخبات، يعني ممكن تغييره زي دي تهز المدير الفني او تخليه بيتاثر بالانتقادات اللي ممكن ينتقد ليها من الجماهير، ما خرجت زيزو ليه مش قلنا لك ما تخرج في نفس التوقيت ده، ولكن لا المدير الفني بيبقى عنده قرار صائب بيتخذه ما بيتاثرش باي حاجه محيطه، لا مهم جدا الثبات الانفعالي اللي عند المدير الفني، مهم جدا ثقته في اللعيبه، مهم جدا قوه شخصيته، مهم جدا كيفيه تعامله حتى مع مواقف شبه كده، لان انت من سماتك او من صفاتك ان انت تبقى مدير فني كبير ان انت بتتوقع سيناريوهات ممكن تحصل معاك، لكن الراجل كان موفق بشكل كبير جدا في حته التغييره، ودي بتضيف حتى ليه هو في كيفيه تعامله مع الـ مع الـ مع المباريات، وخصوصا مع المباريات الكبيره مع المنتخبات الكبيره، اعتقد كانت تغييره موفقه، وهنا يعني ميزه من مميزات الراجل ان هو عنده ثبات انفعالي بيتحمل الضغوط برغم الكلام الفترة الأخيرة إن المنتخب لسه ما عندوش شخصية وما عندوش الهوية، لكن ظهرت بشكل كبير مع مستر فيتوريا في المباراة الأخيرة، أتمنى إن دي تكون انطلاقة حتى للراجل أو المنتخب المصري إن شاء الله في تحقيق الأهداف اللي مطلوبة من الراجل، أعتقد دي ميزة مميزات الراجل هو الثبات الانفعالي قوة الشخصية كيفية التعامل مع بعض الأمور دي، أعتقد لا مدير فني كبير ويستاهل المكان اللي هو موجود فيه. قبل ما نقفل ملف المنتخب المصري هل نقدر نقول في اي لاعب عينك عليه بره المنتخب لسه شايف ان هو يستحق انه ينضم للقوام الاساسي، ولا نقفل الحدوته على كده باستثناء امام عاشور طبعا واصابته وابراهيم عادل واصابته لان هم من اللعيبه الاساسيين بالنسبه لروي فيتوريا، هل في اي لاعب تاني نقدر نقول له باب المنتخب مفتوح لك في انتظارك، ولا الحدوته قفلت على كده استعدادا لكاس الامم الافريقيه؟ لا اعتقد ان في لعيبه كتير جدا، لكن انا بشوف ان هو من اهمهم وخصوصا كنقص عددي في المكان ده في مصر هو شكري الباك ليفت بتاع سيراميكا، لعيب جيد جدا مفتاح لعبه مهم بيلعب في فريق كبير زي سيراميكا، اتمنى ان هو يبقى موجود في المنتخب، ببارك لكوكا طبعا وانضمامه للمنتخب الاول، وزي ما بنقول كده مصاب قوم عند قوم فوائده، فكوكا ده بيدي مؤشر حتى لكل لعيبه المنتخب الاولمبي ان هم لازم يبقوا موجودين في المنتخب طبعا. الاول ومش بعيد، يعني دايما لعيبه المنتخب الاولمبي مش بعيد عن المنتخب الاول، اتمنى ان انضمام كوكا حتى للمنتخب الاول يكون باب مفتوح للعيبه المنتخب الاولمبي ولبعض اللعيبه اللي دايما بشوف ميزه ومميزات الراجل او اتحاد الكره بيشتغل عن كل الباب مفتوح، الباب مفتوح بشكل كبير جدا لكل اللعيبه على مستوى مصر، فاعتقد كل ما بنضيف او نوسع قاعده اختيارات منتخب مصر زي ما بنشوف 2006 و2008 و2010
يعني كابتن حسن شحاته عنده حوالي 150 لعيبه او 200 لعيبه على مستوى مصر بيقدر يتحرك منهم. صحيح. اعتقد كل ما اللعيبه بتوصل للتوب فورم بتاعتها بتبقى احسن، ده كله بيصب في مصلحه منتخب مصر. بالتاكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا المصري. كابتن احمد لسه عندنا تفاصيل كتير، هنتقل معاك للنادي الاهلي ونادي الزمالك، ولكن هستاذنك واستاذن مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لحضراتكم مره ثانيه، انتظرونا. عودة لحضراتكم مشاهدين، ومرة تانية لسه بنستكمل معاكم فقراتنا، ومنورنا دلوقتي مرة تانية الكابتن أحمد عادل لاعب الأهلي السابق. عودة لحضرتك يا كابتن أحمد مرة تانية، روح معاك لملف النادي الأهلي والاستعداد لمباراة سيمبا التنزاني، تعليقك إيه على الانتعاش اللي بيمر بيها النادي الأهلي مع كولر، وشايف هيتم التعامل إزاي مع المباراة القادمة؟ أكيد ما فيش شك وما يميز النادي الأهلي هو الاستقرار الفني والإداري اللي موجود عند اللعيبة وعند الجهاز الفني بمجلس الإدارة. اعتقد ان الراجل وصل بكل السكواد اللي موجود معاه للتوب فورم بتاعه اللعيبه، وخصوصا مع بعد رجوع اللعيبه المصابه. اعتقد ان استراتيجيه الراجل والسيستم اللي بيلعب بيه الراجل دايما مديله الافضليه سواء على المستوى الافريقي او المستوى المحلي. فاعتقد ان لا، النادي الاهلي او مستوى النادي الاهلي استعاد بشكل كبير جدا شخصيه الاهلي، ومع مستر كولر حتى طرق اللعب اللي بيلعب بيها الراجل بقت اللعيبه متمرسه بشكل كبير جدا. اللعيبه مساعداه، اوضه لبس النادي الاهلي مساعداه بشكل كبير جدا ان هو ينفذ تعليمات الكواليتي اللعيبه الموجوده داخل النادي الاهلي. اعتقد ان هي تقدر تساعده ان هو يحقق بطوله، وده الغرض في الاخر ان المجلس الاداره هيحاسب الراجل على البطوله. فاعتقد لا، النادي الاهلي وصل لليفل حتى ثقه الجماهير في لعيبه النادي الاهلي بتحقيق اي بطوله بقت في محلها. فده اللي انا شايفه الفتره الاخيره على النادي الاهلي. هنقول انه امام عاشور ممكن عدم وجوده ياثر على النادي الاهلي، ولا مروان عطيه واليو ديانجو وان شاء الله رجوع عمرو السولي؟ يعني لا، في منظومه في وسط النادي الاهلي ما بتتاثرش تماما بغياب اي لاعب عنها، زي ما حتى غاب حمدي فتحي. ده اللي انا قلت لحضرتك عليه، ان الراجل شغال ان كل اللعيبه كل السكواد يبقى موجود. اعتقد ان لا، يعني ممكن غياب امام مش هياثر على اداء النادي الاهلي، لكن هيضيف لاداء النادي الاهلي. اعتقد ان الراجل زي ما اتكلمنا على مدير فني كبير مع منتخب مصر، مدير فني كبير مستر كولر مع النادي الاهلي بيقدر يتعامل مع المواقف دي بشكل جيد، عنده سيناريوهات للعب، عنده بوزيشنات ممكن يقدر يحرك بعض اللعيبه، بقت اللعيبه متمرسه بشكل كبير جدا على طرق لعب الراجل. عشان كده ممكن بعض الفترات حتى في غياب امام لا هتلاقي اداء النادي الاهلي جيد، اداء النادي الاهلي دايما هو ليه الافضليه. فاعتقد لا، يعني غياب امام ممكن ما ياثرش، لكن تواجد امام مع النادي الاهلي هو هيضيف لنفسه وهيضيف للفرقه. ده لا يقلل طبعا من قيمه امام عاشور واضافته لخط هجوم النادي الاهلي، سواء في الحاله الهجوميه او في الحاله الدفاعيه وارتداده السريع اللي بيقدر يعمله في نص الملعب. اعتقد لا، في بعض اللعيبه تاني ممكن تقدر تقوم بالبوزيشن ده مع النادي. صحيح. طيب، هل فترة التوقف ممكن نقول انها اثرت او ممكن تاثر على النادي الاهلي وباقي الفرق؟ لا، مش هتاثر، يعني ممكن تاثر على بعض الفرق، لكن لعيبة النادي الاهلي خلاص بقت متمرسة ده بشكل كبير، وخصوصا ان في حوالي 5 أو 6 لعيبة مع منتخب مصر ودايما رجليهم في الملعب وعناصر اساسية مع النادي الاهلي. رجوعهم هو هيضيف للنادي الاهلي ولطريقه لعب الراجل. وفي بعض الفرق اختارت انها تعمل معسكر مغلق لمده 10 ايام استعدادا للفتره القادمه في فتره التوقف، فهل شايف انه ده كان الحل الامثل لكل الفرق؟ احنا عايزين نقول مثلا ممكن الفرق هتعسكر، ممكن فرق حتى هتلعب مباريات وديه، ده اكيد. لكن دايما بنتكلم في حساسية الكورة، المباريات الودية ما تبقاش زي الرسمية، مهما هتلعب ودي مش هيبقى زي الرسمي. أعتقد إن المدير الفني الذكي اللي هيقدر يتعامل فيما بعد فترة التوقف هو اللي هيقدر يحقق نتيجة إيجابية، هو ودايما اللي بتكلم عليه حتى في الدور الأول. مهم جدا على أي فريق إن أنت تجمع أكبر قدر من النقاط يريحك الدور الثاني، وخصوصا كلامي هنا عن الفرق اللي هي ممكن تكون من المرشح انها تنافس على الهبوط، ان انت مهم جدا ان الدور الاول تجمع اكبر عدد من النقاط يقدر يريحك الدور الثاني. فاعتقد ان فتره التوقف قد تؤثر بالسلب على بعض الفرق، لكن المدير الفني الذكي او الشاطر ان هو يقدر يلعب على قد الامكانيات، ان يقدر يطلع بالكيرف ثاني في المباريات الرسميه بدون اي اصابات، لان فترات التوقف دايما بيبقى فيها
وترجع تلعب رسمي ممكن يبقى فيها تحمل عالي، لكن المباريات الودية يعني بتجهز بعض الشيء للمباريات الرسمية. لو قلنا المجموعات اللي وقعت فيها الفرق المصرية، سواء إذا كان النادي الأهلي وبيراميدز في بنتكلم على دوري أبطال إفريقيا، بنتكلم على نادي الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية الإفريقية، تعليقك إيه على المجموعات؟ وهل نقدر نقول في مجموعة أقوى من الثانية؟ هل مثلا مجموعة بيراميدز صعبة شوية، مجموعة النادي الأهلي الزمالك فيوتشر، ولا إيه رؤيتك؟ لا، هي أنا بشوف إن هي أصعب مجموعة مجموعة بيراميدز، يعني فيها فرق كبيرة، فرق قوية، فرق متمرسة في دوري أبطال إفريقيا. يمكن الفرق الأقل شوية اللي موجودة مع النادي الأهلي مع نادي الزمالك، لكن دايما هتكلم سواء على الكونفدرالية أو على دوري أبطال أفريقيا، حالة اللعيبة أو حالة الفرق أو حالتنا احنا كفرق مصرية هي دي اللي بتدينا دايما الأفضلية. في بعض الفرق ممكن مع فيوتشر الزمالك صحيح. في بعض الفرق مبهمة فنيا، مش على قد المستوى، ودي تتعبك بشكل كبير جدا زي ما حصل مع نادي الزمالك. حصل مع الزمالك فرقة مبهمة فنيا، الناس ما تعرفش عنها حاجة، نتيجة سلبية. مباراة الذهاب نتيجة سلبية صحيح. حطت ضغوط بشكل كبير جدا على لعيبة نادي الزمالك في ظل الصعوبات اللي بيواجهها نادي الزمالك الفترة الأخيرة. لكن اللعيبه، وانا بشوف ان مباراه العوده اللي حتى الفريق الزمالك هو المكسب الحقيقي هو جمهور نادي الزمالك ودعمه الكامل، ده اللي ادى الافضليه لنادي الزمالك وده اللي اداله المكسب في مباراه العوده. اعتقد ان من اقوى المجاميع هي مجموعه بيراميدز، ومجموعه مش سهله، لكن مهم جدا حاله الفرق المصريه، حالتك انت وانت التيم بتأدي، مهم جدا فرض اساليب اللعب حتى للفرق المصريه في افريقيا، ده اللي هيفرق معاك بشكل كبير جدا. بنتكلم على انه البعض الان قوي على مواجهه بيراميدز وسان داونز، شايف انها فعلا ممكن تكون من المواجهات الصعبه جدا على بيراميدز، ولا بزخم النجوم اللي بقى عند بيراميدز بمستر باشيكو اللي بقى عارف ان هو ازاي يستفيد بقدرات لاعب بدل اللاعب اثنين وثلاثه في نفس المركز، والجاهزيه الفنيه العاليه اللي بقت عند كل اللعيبه، نقدر نقول عليها انه بيراميدز هيكون في نفس الكفه متساوي مع سان داونز؟ اكيد لو هنمسك سكواد او قائمه بيراميدز، اللعيبه لا تقل عن لعيبه اهلي وزمالك، ولاعيبه متمرسه بشكل كبير جدا في دوري ابطال افريقيا، لكن اي فريق هيلعب سان داونز هيعاني لكتر مفاتيح اللعب اللي عند سان داونز. فريق منظم، فريق عنده انتشار بشكل كبير جدا، عنده حاله من الهجوم السريع او الانتقال بالهجمه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. دايما فريق سان داونز ما بيبقاش مستعجل على انهاء الهجمه، دايما بيطلع من الكره من تحت. فاعتقد لا، المباراه هتبقى صعبه على فريق بيراميدز، لان مهم جدا وانت بتلعب فريق زي سان داونز ما يبقاش فيه مساحات، لان هم عندهم سرعات بيقدروا يستغلوا المساحات بشكل جيد. اعتقد لا، مباراه صعبه على فريق بيراميدز برغم السكواد المتمرس بشكل كبير جدا في دوري ابطال افريقيا، لكن اعتقد ان اي فريق هيلاعب سان داونز هيعاني بالسرعات بصغر طبعًا. السن طبعا بالتنظيم، حتى بالنقل من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه في اكبر عدد من الباصات باختلاف الاجيال، يعني سان داونز هي مدرسه مستمره باختلاف الاجيال اللعيبه اللي بتمر عليها، ولكن بتلاقي سان داونز هو برضو بيحمل نفس طريقه اللعب بالمستوى بالخبرات بالسرعه بصغر السن زي ما حضرتك بتقول بالظبط. طبعا ده كانت النسخه برضو حتى مع سان داونز مع مستر موسيماني، يعني مستر موسيماني لما كان مسكها هتلاقي نفس سيستم اللعب، حتى كده ده اللي سهل علينا بشكل كبير جدا لما مستر موسيماني مسك النادي الاهلي، سهل علينا بشكل كبير، دارس الفريق كويس، عنده عارف نقط الضعف ونقط القوه في فريق سان داونز. فلا، اي انا بشوف ان فريق سان داونز من اهم واقوى الفرق اللي ممكن حتى توصل سيمي فاينل وتوصل الفاينل. اعتقد لا، المباراه هتبقى صعبه على فريق بيراميدز. طيب لو هختم معاك بنادي الزمالك واعرف منك تعليقك ايه ورؤيتك ايه لنادي الزمالك الفتره القادمه، خصوصا بعد ما ابتدينا نشوف اكتر من لاعب يتالق، عوده اوباما،
بقى من اللعيبه الاساسيين، يمكن نادي الزمالك كان بيفتقدهم، شيكابالا ومدى تاثيره في المباريات خلال الفتره الاخيره، زيزو طبعا ووجوده في ارض الملعب، ابتدينا نشوف تطور اكتر من لاعب مصطفى شلبي في ناحيه الشمال، ابراهيم اناداي ايضا بقى متواجد مع الفريق بيتالق خلال الفتره اللي فاتت. يعني تعليقك ايه كده بشكل عام، نادي الزمالك محتاج ايه الفتره القادمه طبعا بعد تولي كمان مجالس الاداره القادمه ان شاء الله لنادي الزمالك، شايف رؤيتك هتكون عامله ازاي؟ اتمنى طبعا في المقام الاول استقرار اداري، الاستقرار الاداري ده اللي بينجح اي منظومه وده اللي بيفتقده نادي الزمالك سواء على الفترات الاخيره، حته توقف القيد اتمنى ان يبقى في دعم من بعض محبين نادي الزمالك لحل وقف القيد والدعم في صفقات تضيف للسكواد نادي الزمالك، معاهم مدير فني كبير، مدير فني جيد بيشتغل على قد الامكانيات اللي موجوده، عودة اللعيبة سيف الدين الجزيري من أهم اللعيبة، زيزو، أحمد عيد، فتوح، لا مجموعة لعيبة تقدر تشتغل عليها بشكل جيد، أحمد عيد مرجعش لا ما هي الحدوته باظت ان شاء الله يعني يرجع. يعني عايز اقول لحضرتك انه احمد عيد من اللعيبه، يعني فعلا يعني حضرتك بتقول احمد عيد هو من اللعيبه الكويسه اللي للأسف كلاعب هو نفسه أذى نفسه، فكرة طبعا. أنه كان واخد قرار أنه يرجع خلاص نادي الزمالك على أعتاب أنه يكون متواجد، بعد كده راح المصري بورسعيدي هو وأحمد أيمن منصور، حتى هذه اللحظة لسه الجلسة إن شاء الله هتكون خلال الأيام القادمة مع الاتحاد المصري كرة القدم لحل أزمتهم. أتمنى أنه هو هيضيف لنفسه وهيضيف لنادي الزمالك لأنه هو لعيب جيد. ببارك طبعا لشيكا على أدائه، شيكابالا قيمته كلاعب بتبان طبعا، قيمته كلاعب بتبان في المباريات الكبيره في المواقف الحاسمه. لا شيكا موهبه مصريه، اسطوره في مصر، اتمنى له التوفيق مع نادي الزمالك. دايما هنا شيكا قائد داخل الملعب وخارج الملعب، والاهم ان هو يبقى خارج الملعب، فبتمنى لشيكا التوفيق، وصديق شخصي يعني، فاتمنى له التوفيق والتوفيق لنادي الزمالك ان هو يرجع تاني ويتالق والدنيا تستقر باذن الله ان شاء الله. كابتن احمد نورتنا، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا، ودايما بنسعد بوجودك وارائك الفنيه والتحليليه، ويتجدد لقائنا دائما في صباح اون تايم. ربنا يخليك يا استاذ فرح، ربنا يبقى سعيد انك كنت موجود مع حضرتك. مشاهدينا وصلنا مع حضراتكم للاجابات الخاصه بسؤال حلقتنا النهارده، ابرز الاجابات اللي جات لنا كانت كالتالي. جابر بيقول صباح الخير يا فرح، افضل لاعب هو محمد الشناوي. عمر وائل، محمد الشناوي اكيد، ومن بعده تريزيجيه. تامر ممدوح، تريزيجيه. ده كان اخر تعليق معانا النهارده على سؤال حلقتنا، يتجدد لقائنا دائما عبر شاشه قنوات اون تايم سبورتس. اشوفكم بكره باذن الله وحلقه جديده من صباح اون تايم، ويومكم خير وسعاده وفرحه.